يعني أساس منهجيتها هو تسويق الانحلال الأخلاقي بشكل كامل وفصل الإنسان عن أي مبادئ أو قيم أو انتماءات أو عقائد من أجل الوصول لأهدافها. وكأمثلة عملية، هذه الليبرالية الحديثة هي من سوق الزواج المثلي من خلال التسويق الذي ابتدأ بالسبعينيات تدريجياً إلى أن وصلوا منذ حوالي 10 أعوام إلى أن أصبح هذا قانون. والآن بدأ يكون لديهم أبناء، وأعتقد بأنها تختلف عن صيغة التبني ابن، مع أنه ليس ابن، يعني كيف يكون هناك ابن. هذه الليبرالية الحديثة هي التي سوقت فكرة أن الطفل لا يختار دينه بنفسه، وأن هذا تعدي على حرية هذا الشخص. هذا يولد من دون دين، ولكن لاحقاً عندما يكبر يختار الدين الذي ينتمي إليه، مع أن هذا مناقض لطبيعة الإنسان، لأن الإنسان منذ كان يخترع أديان ويخترع آلهة ويخترع أصنام، كان بشكل غريزي الابن ينتمي لدين العائلة التي ولد فيها، فهم يناقضون إنسانية الإنسان. هي التي الآن سوقت أعتقد العام الماضي وربما قبل المخدرات على اعتبار أنها ليست ضارة، وأصبحت تباع بشكل قانوني وعلني في المتاجر، ويبدأون الآن هذا المخدر لا يعتبر مخدر، وبعدها يصل لأنواع أعلى من المخدرات. والآن تستطيع في بعض الأماكن أن تطلب أنواع من الخبز بنكهة هذا المخدر. هذه هي الليبرالية الحديثة، هي نفسها التي سوقت الآن البدعة الجديدة، أن الطفل يولد لا ذكر ولا أنثى، ولا أنثى، لا ذكر ولا أنثى، هو يختار لاحقاً إن كان ذكر أو أنثى. شيء عجيب طبعاً. ماذا تفهم من هذا الكلام؟ المطلوب من هذه الليبرالية ضرب إنسانية الإنسان، وهنا تتناقض مع الدين، لأن الأديان أنزلت من أجل تكريس الإنسانية، فتأتي الليبرالية لتفصل الإنسان عن إنسانيته. طيب عندما يفصل عن إنسانيته ويفصل عن قيمه